لا بيريود هذه كان بزاف سخانه، والناس اللي عندهم دراري صغار يمرضوا لهم الطبيب يعطي لهم دي زونتيبيوتيك كيما اوغمونتا ولا كلاموكسيل. تبعوني هذه المعلومه حتفيدكم بيان سور. كيما عبالكم اوغمونتا ولا كلاموكسيل ولا زوماكس هادو دي بريباراسيون، يعني حنخلطوا لهم الماء داخل. لازم تعرفوا بلي كاين اون ميثود باش نكونسيرفيو هاد لو ميديكامون في هاد الجو اللي رانا فيه، على خاطر السخانه بزاف تخلي هاد الدواء يفسد لداخل، وبالتالي كي تعطيه انت لوليدك حتشوف اون رياكسيون عليه، سواء يتقيا سواء يخرج الحب، وتقول بلي راه دار اليرجي من الدواء، هو ما دارش حساسيه من الدواء ولا تحسس منه، وانما من الطريقه تاع الحف تاعو كانت غلطه. ناخذ مثال تاع اوغمونتا. اوغمونتا قبل ما نستعملوها، يعني قبل ما نخلطوا لها الماء، كي تكون غبره نحتفظوا بها في درجه حراره ما بين 15 و 25 درجه مئويه. بصح ايفو نديروا لا بريباراسيون تاعنا ونزيدوا لها الماء ونخلطوها، حنقدروا نكونسيرفيوها لمده لا تتجاوز 7 ايام. مالغري لحقوا 7 ايام ومازال فيها، نرميوها ونعاودوا بريباري واحد اخرى ونحتفظوا بها كي نخلطوا لها الماء في درجه حراره ما بين 2 و 5 درجه مئويه، يعني داخل الفريجيدار، برا الفريجيدار راهي رايحه تفسد. وبيان سور بالنسبه للادويه الاخرى ولي بريباراسيون الاخرين، يعني اللي يسيروا اللي يكونوا غبره ونزيدوا الماء، حتلقاو على كل علبه طريقه الحفظ بعد ما نخلطوا له الماء. دوك ردوا بالكم وبشفا ان شاء الله.